بديت من انا وصغير اسمع الموسيقى، يعني حسيت بفد شيء مختلف، حسيت نفسي انجذب لهذا العالم. بنفس الوقت انا انسان احب الهندسه، احب الافكار الرياضيات، فهم كنت اطمح اكون مهندس. ب 2015 حققت الامنيتين، اشتريت البيانو وبديت اصير عازف البيانو. بنفس الوقت صرت مهندس بالجامعه التكنولوجيه. بالبدايه اول ما اشتريت البيانو تقريبا بديت اتعلم من اليوتيوب من الصفر شغلات اساسيه. بديت كل يوميه ازيد عدد الساعات، اتمرن مقطوعات اصعب 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 لحد ما الحمد لله وصلت مرحله اقدر اصير بيها استاذ ايضا. شاركت باكثر من مهرجان بالجامعه التكنولوجيه، اديت على المسرح، عزفت، وكانت اول تجربه لي على المسرح. بنفس الوقت لقيت فرصه ان اشتغل مجال الهندسه، والحمد لله اشتغلت بشركه وابدعت به. انا اطمح انه اكون فد شيء، وبالخصوص عندي مؤلفات يعني قيد الانشاء ان شاء الله، احاول انشرها بالسنوات القادمه، اتوقع توصل للناس لان انا اعتمد بشكل كبير على الاحساس. الطلاب اللي ادربهم من سمعوا العزف نصحوني بهذا الشيء، قالوا لي انت ما شاء الله يعني عزفك حلو. سمعتهم اجزاء من مؤلفاتي فدعموني وشجعوني انه اوصل للمرحله اللي انا اتمناها. صراحة بالبداية كان موضوع صعب، لأن كنت أعزف وحدي، كنت أتلقى الدعم بس من أهلي. بس بعدها بديت أتطور، صار عندي جرأة أصور مقطوعاتي اللي أعزفها، بديت أنشر للناس. من بدأت الناس تسمع حبوا الموضوع، شجعت أكثر وقدرت أوصل. الآن وصلت عليه الحمد لله فضل تشجيعهم فضل أهلي أيضا. أوجه رسالة لكل شاب وشابة، دائما نكون عندنا حلم ومهما كان كبير لازم نسعى إلى بغض النظر عن الظروف. فرسالتي أنه الإنسان ممكن يقدر يقدم فوق ما يتصور، فوق ما يتوقع أنه يقدر. التغيير يبدي مني ومنك هسه ومن هذا المكان.